مشكلة لما بيجي يعمل اكسبريس تو اكسبريس هيمسيلف بيعمل بطريقة خاطئة، لا اما بيقولها بطريقة مش حلوة، بيقولها مش عارف ايه، ده مش عيب فيه ومش قليل الادب ولا بتاع، هو ما عرفش ازاي يسمع، ما عرفش، ما يتدربش ان ازاي يقول، وده خطأ في التدريب والتعليم. فهمت يا عمي؟ دي قابلتها وانا مسافر بره، ما بتفتكرش يعني ما هو ده لما خرجت من المنصورة وطلعت انجلترا برضه كان نفس القصة، كل اللي سافرنا كده الانهبيشن. كان نوت اكسبريس يور سيلف، لغايه ما طبعا من عقد اللسان اتفكت وبدات بقيت انا بقى يعني عندي شجاعه كافيه ان انا اقوم واتكلم واتناقش وكده، وبقى عندي قدره على التفكير والكلام ده، ده تريننج. فهمت يا ريس؟ ايه بقى تفكر تعملها ازاي؟ طب انا افكر في ثلاث حاجات. ايوه فاهم. لو الجزء اللي هو اللي اسمه افاز فراجمنت ده كان تيك اواي، يعني تو مين ان هو هيتك واير او ممكن ياخد واير. ماشي. كان تيك واير. ما كان ايه؟ كان نوت تيك اواي. كان نوت تيك اواي. لسه في انستغرام. تأكيد. ما هو انا ليا في انستغرام. فانكشن فراكشن. تمام. خلاص يبقى ممكن اوفر ريدكشن عشان اعمل اكسبريشن. خلاص احنا هنعمل اوفر ريدكشن عشان ترجع لايه؟ الاستابيليتي وتعمل لها ايه؟ لو البوني ماشي يعني ان هو فريس بون هو ياخد واير. ممكن اشوف لو في ليجامنت او ما فيش، لو ما فيش ليجامنت هو لازم يكون فيها ليجامنت. ابالشن يعني ليجامنت واخد حته من العضله وابالز. تمام اوكي. هتثبتها ازاي؟ الليجامنت اللي ممكن اعمله لكم كونستراكشن عن طريق انا سلنج كده فليكسور كاربيا جالس اعديه من ورا. ده في الاولد كيسز. انا اي اجري ويز يو انك انت يو كان دي ذس ريكونستراكت الاوبليك. دي فكره كويسه في حالات الاولد كيسز، وان احنا وي كان نوت ريكونستراكت ريبير البولار اوبليك ليجمنت. ذس فيري نايس بروسيد. اي اجري ويز يو انك تاخد سليب من الفليكسور كاربي رادياليس وتعمل لها كده. فيك اكسلنت. ده في الكرونيك كيس. هنا بقى في الخوض. ده على قد مستوانا احنا بنشتغل. الشباب بقى اللي هيتعرضوا لها في المستشفيات هتعمل ايه يا جميل؟ انت قلت وايرز، وايرز يعني انترا اوسيوس ريبير. تمام. اعمله كانه ليجامنت. حضرتك انت جاي من الدورسال، انت فاتح وشايف عندك دورسال وبول، هتخش تعمل تو تانيتس بوايرز، وبعدين تدخل خيط، وبعدين تحطه في الليجامنتس وتشده تاني وتربطه انترا اوسيوس. ده لو ما كانش عندك ميني الكوز. انكل بقى اللي عنده غني شويه اللي معاه فلوس يحط ميني الكوز وتقوم واخد الخيط. يبقى انت رجعت الاستابيليتي اوف ذا جوينت. اتس نوت ا ماتر ناو اوف فراكشر، اتس ا ماتر اوف استابيليتي، اتس ا ماتر اوف ليجامنت نيد تو بي ريبيرد. فهمتني؟ بس كده. كل اللي انت محتاجه انت ما تبصش على الكسر. ان شاء الله مليح، ان شاء الله ما يعني الكسر. انت عايز فايبرس يونيون، انت عايز يو نيد تو فيكس ا ليجامنت، ا ليجامنت تو ذا بون. تمام. اندرستاند مي. لكن حكايه الموضوع فيكس ا فايبرس يونيون ما اتعملش كده. لا في كرونيك كيسز يا فندم، يعني في كرونيك كيسز وديسلوكيتد قوي، وبعدين لما جيت ترجع ما عندكش حاجه تثبتها فيها. ودي معظم الحاجات اللي ذا سيم في الاكرومي كلام اللي الدكتور محمد قالها لنا. جالك عيان كرونيك كيسز there is no possibility of healing، لانه معروف انه بعد فتره بعد الاكيوت ستيجز بيبقى فايبرس تيشو. فايبرس تيشو، فايبرس تيشو يعني ملوش بلاد سبلاي، يعني مش ملوش يعني اي حاجه علشان تلحم. يو ماست فريشن ات. تمام. ما تكون اكيوت ايوه علشان ده تكون فريش، مش فايبرس، مش مقفوله. حضرتك عشان تيجي تعمل فريشنج للايدجز دي يعني الليجمنتس عشان تو هيل ات هي لوست، هتاخد جزء من اللينس بتاعه ايه زي الاكرونيك لاف. واحنا اللي بنعمله ايه في حالات الدكتور محمد اللي عرضها لنا؟ انت في الاكيوت كيسز بتعمل ايه؟ انت بتقرب بس. لكن لو ما كانش في بوتنشياليتي اوف هيلينج اوف ذا ليجمنتس بعد ما تشيله، عشان كده معظم الحالات كده تشيل الوايرز، تشيل السكرو، تتتك طلع في الفولو اب هتلاقيها سبلكس. ذا سيم في حالات ايه؟ سيمبسموسك ديسربشن. انا شفت حالات كده. يخش يعمل له ساي جالك بعد اسبوع، بعد ثلاث اشهر او شهرين، وعنده سيمبسموسك ديسربشن في الانف. ما هو خلاص انت ما عاوز عشان ده يلحم في ده لازم يوفيه فريشن ايدجز يلحموا ببعض.
احنا حالات البانكر ده اللي فيها ما ينفعش انك تاخد البانكر يعني تاخد الليجرام وتلزقه كده على العض. يعني ما ينفعش تحط السكرو او الانكر وتاخد الليبرم تحطه كده، ما ينفعش. لازم الاول تعمل فريشنينج بليدنج سيرفيس، وتعمل بليدنج سيرفيس برضو في الـ في الليبرم او البانكر عشان يبقى فريش ان ايدجز، اكسبوز الايه الشيء كرونيك تيشوز. طبعا دي لها طريقه تعمله ريفرس يعني معايا عشان ما تاكلش من العض، ما تاكلش من التيشوز. انت وصلت المعلومه؟ انا بقول لك دي قواعد يعني، هي قواعد كان بي ابلايد هنا وكان بي ابلايد هنا. يبقى ده انت بتعتمد عليه انه افالشن فراكشر اند يو نيد تو ريبير ذا ليجمنت. اف يو كان نوت ريبير جالك بعد شهرين ثلاثه وديسلوكيتد، خلاص يا فندم بتعمل التكنيك اللي انت بتقول عليه، بتعمل تاخد سليب من الفليكسور سكارب، فليكسور كاربي ريدياليس، وتعمله تباسط تو السكند ميتاكاربل علشان تباسط عشان تعمل استابيليتي زي ما بنعملها في حالات الارثروبلاستيك اللي هو كرونيك ايسرز. وصلت المعلومه دي؟ دي ايه تاني يا حبايب؟ لما تجي لك بقى حالات كومنيوتد انترارتيكولر، ما هي دي انت ما اتكلمتش على الكومبليكيشنز، هاو تو مانج الكومبليكيشنز. هو الكومبليكيشن طبعا هو هيخش في ارثرايتس اكيوت. هو طبعا في حالات لما تكون فيري سمول، هو قاعده يا جماعه انك تحاول تراي تو ريستور ذا اناتوميكال الانترا ارتيكولار اناتومي. كان لنا تكنيك خدت حاضر معايا فيه، بس كانت على مستوى السي والبروكسيمال انتر اللي هو الميتاكارب فرنجيال جوينت، كانت هايلي كومينيوت. احنا كلها ثبتناها بوايرز رفيعه خالص، اند يو فيكس ات خلاص. وبعدين لما تكون عندك حاله وعايز تعملها ديستراكشن، يو كانت دو ات. يعني انت ما ينفعش في الهايلي كومينيوتد رونالدو انك تعمل بس ليجامنتو تاكس. معايا انا مش معايا؟ يعني اف يو كان تراي تو ريستور عشان كده بتحتاج وايرز صغيره اللي هي 8 من 10 واحد فاهمني، اللي هي الوايرز الرفيعه عشان كان فيكس ات. لو صب كنترول واير عشان الدكتور الاناتومي، الاناتومي وايرز 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 وايرز، وبعدين تحط الليجامنت وتاكس. تمام معايا؟ تمام. يعني دي برضو مش كفايه انك تعمل ليجامنت وتاكس بس. انا فاكر الصوره اللي هو كان فيه صب كنترول واير انواع الصوره. ده مهم، انا بقول لك بس علشان الشباب لما يجي يتعرض لموقف لو هو مش موجود ومعاه حد تحت يعني هيعمل ايه ساعتها؟ هيقعد يعيط؟ فاهمني؟ دي مهمه. ازاي تعمل اكسترنال فيكسيتور؟ ازاي تعمل اكسترنال فيكسيتور؟ مين اكسترنال فيكسيتور اللي ما عندكش اكسترنال فيكسيتور؟ ما عندكش فلوس، قوم يا احمد قوم. تمام. ممكن نستخدم في الكاردي، يعني استخدم كي واير. تمام يا رامي جاب الصوره. تمام. ازاي تعمل اكسترنال فيكسيشن وانت ما عندكش اكسترنال فيكسيشن؟ هو ده في طريقتين. ايوه. الطريقه الاولانيه كان معمول بيبر على اساس نعمل ناخد سن سرنجه حتى. ايوه مش سن سرنجه، سرنجه نفسها. سرنجه نفسها هو تعدي في البروكسيمال والديستال وتاخد حتى سوري الغطا بتاع السرنجة. ما شاء الله. مش الغطا، اللي هو السرنجة نفسها. انت بتجيب السرنجة نفسها وبتحط فيها الوايرز خلال السرنجة. خلاص فندم، خلال الايه؟ وبعدين تجيب بون سيمنت وتقوم حاله جوه السرنجة. نقول تاني. ممكن ما سيمنت طبعا. نعم. تجيب السرنجة اللي هي ممكن ويبلينج. ويبلينج يعني انت بتبقى عايز. انا موافقك كده. السرنجة بتاعت الانسولين بتبقى في نوع فيها غرض. ممكن الديبندز حسب الريجيديتي انك انت تعمل يعني if you want to make it more stiff بتحقن فيها بون سيمنت كده تنحر جوه الايه؟ السرنجه خلاص عشان تمسك الوايرز جوه السرنجه. طبعا الكلام دكتور مهدي بيقول لك ممكن طبعا تحطه خلال السرنجه بس ده بيبقى طبعا مع الموفمنت تحصل فيها ويبلينج وممكن
في بقى لا تكنيك كنت بتركبها ازاي؟ ايه دي؟ بقول هو بيركب الاكس فيكس يعني في سترينج يعني لها شويه تكات كده مهمه انا بعرفهم. قول قول انك انت خرمت الاثنين الاول يعني الاولاني والتحتاني عديت سنه منه وبعدين تركب واحد يعني ما تجيش تركب واحد وترجع بقى تخرم في السرنج كده تقعد تلم منه تاني يعني هو يعتبر ان السرنج البار معانا تمام هو حرك بيعدي الاثنين تمام ماشي يا دوبك نصت ان هو عدى يعني وبعدين يقوم مثبت الاولاني وبعد كده يثبت الثاني في بعض الحالات لما بنيجي نركب حركه الاولاني وبعدين نرجع نخرم في الثانيه ونثبت وتقوم لفه ولبه مننا انت قصدك انك بتدخل الاثنين الاول وبعدين تكمل واحد الاول وبعدين تكمل الثاني من الحاجات برضو اللي مهمه ان هو اول ما السن يعدي لازم امسحه بشاشه ملح عشان ده بيعمل في حالات بيحصل لها ريتيشن جامد قوي من البلاستيك بتاع السن اللي بيبقى عليه لازم اغسله بملح كويس وامسحه كده عشان ما يدخلش فيه تمام في حالات حصل فيها ريتيشن وانفكشن تمام خلاص كده فهمت في بس حاجه ثانيه اللي هو الاوفر فيكسيشن بتاع البلد فراكشر هو يعني لما يجي نعمل فيكسيشن الفيرست واير تو بي دان اللي هو بعد ما اعمل فيكسيشن باخد واير من الميتاكاربال للترابيزي الله ينور عليك يعني الناس بتبقى انفشيستك قوي انها تاخد من الميتاكاربال للسيولر فاتي انت ما عملتش حاجه انت في فراجمنت ستيبل وفراجمنت ثانيه اون ستيبل اللي هو الميتاكاربال رجعها على الترابيزي مثبته بقى الاثنين قصاد بعض سهل ان هم يسهلوا مثبت الكلام موجود الاوردر اوف فيكسيشن يعني انت تفكس الاول الفيرست ميتاكاربال في الترابيزي تو هاف ا ستيبل سترايت وبعد كده تستابلايز الفراجمنت سمول فراجمنت هو الجزء الميتاكاربال بنثبته في الترابيزي اند واير وبنثبته في السكند ميتاكاربال واير عشان نضمن استابيليتي وبعد كده بعد كده الجزء الفولر فراج بنثبت خلاص ما تيجي حالات بقى نعمل لها ارثروسكوبك اسيست يعني الناس عاوزه الناس بعد كده تترقى يعني دي موضوع عندنا الامكانيات وعندنا كل حاجه ايه تاني؟ في اي اسئله الشباب عايز يسالها؟ Yeah.